السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفك بالمغسلي تمام. هلا راح نفكه ونكمل. هلا بنبدأ الغسيل بهذا الشاحن. هذا هيك قبل الحمام. قلبك قوي ونظفه على السواء ما راح يصير عليه شيء. انا دائما راح يكون في مجال بعمل له غسيل اي جهاز. شوف كثير نضيف الضرر على سعر غيره من الأجهزة. شوفوا على الفيوز الراتب. يعني بيغسلوا الواحد حطوا بيجهزوا إذا لثاني نهار أو نفس النهار بنشفوا بإمكان الواحد نشفه بسرعة على الهيتر. في السشوار وفي الهيتر. تمام. في احلى من نظافة. خلاص ما يبقى بده شيء. الأبطال بس الواحد يقول له نعيما. هلق رجع جديد. هاي المروحة بهالشكل هذا عشان ما ندخل على قلبه. وكل حالنا راح نتركه لحتى ينشف يعني. بس إذا بدك تشتغل مباشرة حاول المروحة يعني ما تدخل على قلبه. هلق هيك نكون خلصناه. خليه ينشف معه. هلا هو هون هو واخوه شايفين على النظافه. ما في احلى منه على النظافه. هذا طبعا هذا بعد ما جهزته وغسلته هو لازم قبل. بينما هذا لسه ما شفت مشكلته ولا شفت فيه شيء.